بعد أن ابتلعت مياه نهر دجلة العشرات من ضحايا فاجعة العبارة في الموصل كنتيجة حتمية لاستشراء الفساد الإداري، وجد ذوو الضحايا أنفسهم عاجزين حتى عن إقامة مجالس عزاء لأبنائهم بسبب ضيق ذات اليد. هذه الصور هي لمجلس عزاء لجميع ضحايا الفاجعة، أقيم برعاية المنظمة الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لفيف من وجهاء الموصل. منظمو المبادرة أوضحوا أنها وجه من أوجه التضامن الشعبي مع الضحايا وذويهم على حد سواء. كنا أول المبادرين بهذا الموضوع من خلال اتصالنا مع الشيوخ ووجهاء مدينة الموصل، فقاموا مشكورين الوجهاء والشيوخ بمبادرة أن ننصب مجالس عزاء في الموصل، لأن هذا مو عزاء الموصل، هو عزاء لكل العراقيين. صور باتت تتكرر بكثرة لا سيما في أم الربيعين نينوى، لتؤكد أن مأساة حرب الموصل بالأمس لا تزال تداعياتها حاضرة على شكل سرادق عزاء يومي تعكس حقيقة أن الدم العراقي هو الأرخص ثمنا. يعني مع الأسف صار الإنسان خاصة هنا بالعراق ما إلى كل قيمة ولا إلى وجود، يعني أهم شيء الموارد والمادة تتغلب على أي حتى على مصلحة الإنسان. يتساءل أحد الحاضرين وهو والد أحد الضحايا عن جدوى الإجراءات الحكومية المتخذة كرد فعل، ويصفها بالهزيلة تجاه حجم الكارثة. ماكو لا تغيير، ماكو تغيير، أشو راح يصير التغيير؟ يعني هسه انت راح تطلع نوفل العقوب، راح تجيب عمر بن عبد العزيز، لمن راح تجيب؟ هم كلهم نفس الشخصيات ونفس الناس. محاسبة المتسببين في هذه الفاجعة وغيرها باتت حلما بعيد المنال، يقول سكان الموصل، ليكون نتاج ذلك مزيدا من الأرواح التي أزهقت يوم خرجت تحتفي بالأم العراقية التي تحملت ما تحملت خلال العقود الثلاثة الأخيرة منذ حرب عام 91 ثم سنوات الحصار فعدوان احتلال العراق عام 2003.